بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui avec nous pour participer à cette nouvelle formation proposée toujours par Elsevier. Donc, les dernières semaines, nous avons reçu énormément de questions concernant le contenu Elsevier, le contenu Scopus et la part des sciences sociales et la part des sciences humaines sur Sciences Directes et sur Scopus exactement, et sur les différents produits d'Elsevier, les différents services. Donc, à cette base que nous avons décidé avec l'équipe d'Elsevier, avec Nadine, avec Mariam, de programmer une session spéciale pour parler de cette thématique vraiment, vraiment importante. فاليوم سنتحدث سويا حول هذا الميدان المهم أو حول هذا المجال المهم، كذلك عن الميادين الصغيرة المتعلقة بالعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، وكذلك التخصصات المندرجة ضمنها، وسنعرج من خلالها عن المجلات التي يمكن أن نشر فيها، ونتحدث عن المجلات الدولية المحكمة، المجلات المصنفة والمدرجة بقاعدة البيانات سكوبس. سكوبيوس الغنية عن التعريف، وفيه يعني الكثير من المعلومات التي سنحاول أن نشاركها اليوم معكم بتعبير بسيط كما عودناكم، يعني حتى يتسنى لجميع الفئات، لجميع من يسمعني الآن سواء على المباشر أو من خلال التسجيل الذي سيبقى متاحا دائما، فقلت حتى يتسنى الجميع متابعة ما نشاركه. Voilà, donc on va parler sur ce domaine, on va parler sur les techniques à suivre afin de trouver de manière optimale, de manière facile, soit pour trouver des articles ou bien pour trouver des documents qui ont une relation avec votre problématique ou bien avec votre axe de recherche. Et pour parler même comment trouver des journaux afin de publier, par exemple, vos résultats. Et je vous rappelle que si on parle des sciences humaines et si on parle des sciences sociales, on trouve même des journaux qui sont des journaux indexés Scopus et qui acceptent la publication en arabe. Ça, c'est important. هذا بالنسبة للراغبين في النشر باللغة العربية في مجلات دولية في مجلات مدرجة على سكوبيس. وهنا يعني ربما أغتنم الفرصة بخصوص الحديث عن المجلات المدرجة في سكوبيس والتي تنشر وتقبل يعني النشر باللغة العربية. فالمعمول به والشائع هنا مثلا في الجزائر هو أنه فيه توجه عام للطلبة وفيه توجه عام للمختصين في هذا المجال وفي هذا الشعب بالذات. فلما نتحدث مثلا على الشعب العلمية والتكنولوجية فيه توجه نحو المجلات الدولية على اختلاف تصنيفاتها، يعني توجه كبير، في حين أنه نسبة كبيرة من الشعب الأدبية والشعب الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية ربما تتوجه أو ربما تكتفي بالنشر في المجلات الوطنية. يعني هذا راجع ربما لعديد الأسباب، من بينها ممكن لأنه شروط مناقشة الدكتوراه هنا في الجزائر تحقق حتى عند النشر الوطني بالنسبة لهذه الاختصاصات. فالآن فيه معطيات جديدة، الآن فيه فرص تسهل على الباحثين عن المرئية، الباحثين عن المقروئية، عن فرص للنشر الدولي. فيه فرص جديدة وفيه أمور جديدة. وهنا ربما أفتح قوس آخر بخصوص المجلات، كذلك المجلات العلمية الوطنية التي يتجه لها خاصة أصحاب الشعب الأدبية والاقتصادية، في حين نجد أنه أغلب الطلبة في الشعب العلمية خاصة بالنسبة للمقال المناقشة يذهبون نحو المجلات الدولية. فيبقى دائما نحن نتحدث على المجلات العلمية الوطنية الجزائرية يعني التي نفتخر بها يعني صراحة ونفتخر بعملها، وهي تعمل يعني وفق المعايير المتعارف عليها، يعني حتى أنه فيه الآن تحديات كبيرة ترفعها العديد من الأطراف من أجل تأهيل ومن أجل إدراج هذه المجلات بكبرى قواعد البيانات العالمية. يعني حتى يعني على سبيل الذكر ربما حتى المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الجزائرية
يعني لديها اهتمام خاص ولديها لجان خاصة تم تنصيبهم من أجل مهمة معاينة ومراقبة، وكذلك حتى من أجل مهمة تأهيل المجلات الوطنية للهدف دائما هو التصنيف الدولي. لماذا التصنيف الدولي؟ أعيد، يعني لأنه تأتي معه المقروئية، يأتي معه الانفتاح، يأتي معه ربما تأتي معه حتى المرئية وكذلك الاستشهادات وحتى القيمة العلمية، سواء للمجلة وسواء للمؤلف ولا سواء حتى للمنشور في حد ذاته، القيمة العلمية راح تزيد بكثير. يعني وحتى ربما بملاحظة بسيطة ربما يعني توافقوني القول، يعني أتوقع حتى من ناحية العدد، يعني حتى تعداد طلبة الدكتوراه مثلا في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية يفوق عدد زملائهم في الشعب العلمية التكنولوجية. يعني أظن بأن توجههم نحو النشر الدولي بكثافة سيكون له أكيد تبعات إيجابية يعني كبيرة على تصنيف جامعاتنا، على تصنيف مراكز البحثية المتواجدة عندنا، وكذلك حتى على تصنيف البلاد. يعني تعلمون حتى البلاد في حد ذاتها لديها تصنيف، مثل ما الباحث لديه الإتش أندكس، مثل ما الجريدة أيضا لديها إتش أندكس، حتى الآن حتى البلدان لديها الإتش أندكس الخاص بها. يعني حتى لو نتحدث عن الجزائر بحد ذاته، يعني في آخر إحصاء أظن في إحصاء أفريل 2022، فمؤشر هيرش الخاص بالجزائر يساوي 213. يعني هذا على حسب آخر إحصاء، وراح يكون فيه إحصاء أكيد في الأيام القليلة القادمة. يعني يمكنكم فقط كتابة ألجيريا H Index على الجوجل وسترون الكثير من التفاصيل بخصوص الـ H Index الخاص بالدول. يعني التصنيف هو عمله سيماغو، سيماغو معروف جدا، يعني I'm talking about سيماغو Institution Ranking. فيمكنكم فقط كتابة الـ SGR، ومن خلال الـ SGR تستطيعون الدخول نحو الـ H Index. Voilà le titre de cet atelier. Donc, on va parler des sciences humaines et des sciences sociales sur Sciences Directes et sur Scopus aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, je m'appelle Chorfi Hicham. Je suis docteur en matériaux pour l'optique et l'optoélectronique. Je suis maître de recherche au Centre de recherche en mécanique de Constantine et l'ambassadeur du groupe Elsevier. Donc, juste avant de commencer, je vous rappelle que cette session est enregistrée et il y aura des attestations de participation à la fin. Donc, pour les gens qui assistent avec nous via Zoom aujourd'hui, vous allez tous recevoir un code demain, c'est-à-dire après 24 heures. C'est un code pour télécharger vos certificats via le site Researcher Academy. Ça c'est un site très important. Nous avons parlé de ce site, ça fait déjà 2 semaines. Et on va essayer de vous rappeler à la fin comment faire pour obtenir votre attestation, comment faire pour assister les formations précédentes à travers Researcher Academy. Donc, essayez s'il vous plaît d'assister toute la session pour assurer l'obtention du certificat. Donc, et ce n'est pas la peine s'il vous plaît d'écrire sur le chat vos emails et vos adresses puisque vos coordonnées sont déjà enregistrées chez nous. فلا داعي من فضلكم لكتابة أسماءكم ولا داعي لكتابة إيميلاتكم على الشات لأنكم مسجلين معنا عن طريق الاستمارة التي قمتم بملئها، وبعد 24 ساعة من الآن بإذن الله سيصلكم كود لتحميل شهادات المشاركة، وحتى سيصلكم معها رابط تسجيل فيديو اليوم. يعني حتى لمن يلحق متأخر بنا سيمكنه أن يصله رابط تسجيل الفيديو لمشاهدة ما فاته. إذن قبل أن نبدأ في الكثير من الحديث والكثير من التفاصيل، دعوني أذكركم بالورشات التي قدمناها خلال هذه الصائفة بالذات. يعني قدمنا العديد من الورشات حتى قبل الصيف، وسأذكركم فقط بما قدمناه في خلال هذه الصائفة. يعني في الحقيقة كان فيه plusieurs sessions de formation. Il y avait même d'autres formations animées par mes collègues qui sont un peu partout, dont l'objectif toujours de partager avec vous la bonne méthodologie pour avoir des références de qualité, pour éviter les sources qui ne sont pas fiables, pour éviter les sources
prédatrices, c'est-à-dire nous avons parlé de beaucoup de choses importantes. فكنا مثلا تحدثنا في شهر جوان عن علم المؤشرات العلمية la scientométrie. Nous avons parlé des indicateurs scientifiques, nous avons parlé sur comment analyser les résultats de Scopus, nous avons parlé beaucoup de Scopus comme comment découvrir des informations, comment chercher des informations et comment analyser à travers les big data de Scopus. كذلك nous avons parlé de comment alterner entre les deux, entre la forme science directe et entre la base de données Scopus pour profiter le maximum des produits Elsevier sur le cycle de publication, c'est-à-dire de la préparation de votre manuscrit jusqu'à la publication, avec comment réagir avec l'éditeur et comment suivre les templates et tout. Et même, nous avons beaucoup parlé de sciences directes, puisqu'on a reçu beaucoup de questions concernant l'utilisation de sciences directes et comment profiter des différentes recommandations personnalisées de cette plateforme. Le mois d'août, nous avons parlé des objectifs de développement durable, c'est-à-dire les 17 objectifs de développement durable et comment profiter, comment proposer des problématiques intéressantes pour profiter, par exemple, et pour avoir des financements et tout. Donc, nous avons parlé de Scopus Science Direct concernant l'interface, concernant les nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, on va parler sur les sciences sociales et sur les sciences humaines et sur la part des sciences sociales et humaines. لأنه الكثير يظن بأنه على سيونس ديريكت مثلا في فقط ميادين العلمية والتكنولوجية وهذا ربما نظرة خاطئة واليوم سنرى الكمية الكبيرة للملفات التي تجدها على سيونس ديريكت وعلى سكوبيوس بخصوص مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية. Maintenant, pour le plan de cet atelier, on va parler de la couverture des contenus sciences directes, la couverture des contenus Scopus, et même comment accéder à ces produits en Algérie. On va parler sur les produits Elsevier, comme Scopus Sciences Directes toujours. Il y a plusieurs produits, plusieurs services en fait. Et directement, on va cibler les sciences sociales et les sciences humaines et les sous-domaines, les micro-spécialités des sciences sociales, les micro-spécialités des sciences humaines et enfin, comment chercher sur la plateforme avec une démonstration. OK? En fait, maintenant, pour parler des différentes plateforme ou bien pour parler des différents outils d'Elsevier et la qualité de son contenu et la qualité de ses analyses scientifiques. Je voudrais tout d'abord profiter pour dire une simple information que je trouve très intéressante. C'est que, à titre d'exemple, depuis l'année 2000, plus de 99% des lauréats des prix Nobel ont publié dans des revues Elsevier. Et ils ont même cité plusieurs articles et plusieurs documents qui sont publiés aussi à Elsevier. Comme je l'ai dit, moins de l'année 2000, 99% des حائزين à la جوائز Nobel العالمية, جائزة Nobel معروفة جدا, وجوائز Nobel في مختلف الميادين التي تمنح فيها الجائزة, قول 99% منهم قد نشروا نتائج أبحاثهم في مجلات تابعة لإلسيفر, وحتى قد استشهدوا بمجلات صادرة عن دار النشر إلسيفر, ويمكنكم أكيد البحث عن طريق الاسم وزيارة بروفايلاتهم على سكوبيوس لمعرفة منتجاتهم العلمية. Maintenant, Science Direct. Science Direct, en fait, c'est une plateforme d'Elsevier. On trouve sur Science Direct les journaux publiés par les مجلات العلمية التابعة والتي تنشر من خلال السيفر ونجد عليها يعني جميع الكتب التابعة لها وفيه يعني كم هائل من المنشورات العلمية التي نجدها على 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 Science Direct عفوا حتى أنه حسب آخر الإحصائيات أتذكر فإنه منشورات السيفر الأكاديمية تمثل اليوم أزيد من 18% مما تم نشره عامة يعني وأيضا ربما كمعلومة
مهمة أخرى، يعني ونحن نتحدث عن الأرقام، فأزيد من 26% مما تم نشره من خلال دور النشر خارج السيفر، يعني من غير السيفر، هذا 26% تستشهد بمقالات صادرة عن مجلات السيفر، وهذه يعني نسبة مشرفة، مشرفة للغاية، وتعبر فعلا عن القيمة العلمية والأرقام، يعني تتحدث كما تشاهدون. جسبر كو مانيش نسرع في الكلام، يعني نحاول أنه من خلال هذه الساعة ونصف أو الساعة المتاحة أمامنا أنه نمد أكبر عدد من المعلومات. جميل. Donc, en parlant maintenant de la couverture thématique de Sciences Directes, فسيونس ديريكت تستند اساسا لتقسيم المواضيع حسب مجالات وحسب بعدها ميادين، والميادين لديها ميادين صغير. فنجد مثلا في العلوم الطبيعيه، نجد في الهندسه، نجد في العلوم الكيميائيه، نجد في الطاقه، في علوم المواد سيونس دي ماتيريو، نجد في الرياضيات، في علوم الحياه، في الزراعه، في الوراثه، في علوم الصحه، وكذلك نجد في العلوم الاجتماعية والإنسانية. وكما قلت في البداية، هنا في هذه الورشة بالذات سنركز حديثنا على العلوم الإنسانية والاجتماعية، على تشعبات هذا المجال، وهنا حتى ربما نصحح نظرة البعض، لأنه ربما فيه من يظن بأنه على سيونس ديريكت وعلى سكوبيوس فيه فقط شعب علمية وتكنولوجية. فكما ترون يعني من خلال هذه الشريحة، يعني فيه مثلا decision sciences اللي هو علم صناعة القرار، نجد أيضا الإيكونومي الاقتصاد، نجد psychology علم النفس، العلوم الاجتماعية، وسنفصل أكيد بعد حين في هذه الاختصاصات. ولكن قبل ذلك دعونا نلقي نظرة سريعة على سكوبيس يعني بعجالة. Donc maintenant, en parlant de la base de données Scopus, donc sur Scopus, on trouve d'autres fonctionnalités, on trouve plus de contenu. فبجانب مجلات السيفر تجد أيضا على سكوبيوس محتوى أكبر ومحتوى أكثر، يعني تابع ليس فقط للسيفر ولكن لأزيد من 7000 ناشر كما هو يعني ترونه على اليسار، يعني 7000 ناشر، من بين 7000 نجد السيفر، يعني sur Scopus on trouve plus de contenu. وكما يعني قدمنا في وقت سابق عديد الورشات حول سكوبيوس، وأنها ليست مخصصة فقط للبحث ولكن حتى للتحليل وحتى للتقييم، وذلك وفق المعطيات وفق الدوني والبيج داتا والبيانات الضخمة التي تقوم بتخزينها سكوبيوس بصفة حقيقية وبصفة ديناميكية. يعني ومثل ما تحدثنا يعني على سيونس ديريكت، فعلى سكوبيوس هناك تنوع كبير للميادين. فمثل ما ترون يعني على اليسار، تجدون في العلوم الفيزيائيه، تجدون في العلوم الصحيه، وكذلك سوشيال ساينسز، في العلوم الاجتماعيه اللايف ساينسز اللي هي علوم الحياه. فربما لو نتحدث قليلا في الارقام، فمثلا في العلوم الاجتماعيه هناك أزيد من 11526 مجلة علمية تنشر في العلوم الاجتماعية. هذا يعني في آخر تحديث لو كان ترون من فوق في شهر ماي 2022، يعني هذا تحديث جديد. يعني بل حتى يعني لو كان تقارن عدد المجلات بين المجالات، تجد أنه العلوم الاجتماعية أولاً. أنا قلت 11526 مجلة في العلوم الاجتماعية، وكان تلاحظوا معي في العلوم الحياة هناك 5000، يعني عدد المجلات في العلوم الاجتماعية يفوق علوم الحياة بأكثر من الضعف، وهذا يبين بأنه فيه اهتمام كبير لسكوبيوس وكذلك لسيونس ديريكت بهذا المجال الواسع، مجال العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. وسنكتشف يعني كثير من الأمور التي تبين لك ذلك. يعني وحتى يعني لو كان
نفصل أكثر، ولو نقوم مثلا بترتيب الباحثين في العالم، نرتب الباحثين حسب مؤشر هيرش، لما نقول مؤشر هيرش فنستحضر عدد المنشورات وعدد الاستشهادات، فلو نقوم بترتيب الباحثين من الأول لوجدنا أن المراتب الأولى تعود مباشرة للديسوسيولوج، تعود لأساتذة وباحثين في علوم الاجتماعية. وهذه يعني معلومة يجب أن نضعها أمامنا، وأنه حتى يمكنكم الحصول على المعلومة من خلال سكوبوس. Maintenant, comment accéder à Sciences Direct et comment accéder à Scopus? Donc, c'est une étape très importante et je vais parler rapidement sur comment accéder en Algérie. En fait, il y a deux méthodes pour accéder à Scopus et à Sciences Direct. La première, c'est la méthode. تكون على مستوى المكتبات الجامعية، لأنه حواسيب المكتبات الجامعية وحواسيب بعض مراكز البحث تكون متصلة عن طريق الاشتراك يعني، وهذه الخاصية أو هذه الطريقة متاحة فقط يعني أوقات عمل المكتبات، لكن هناك طريقة ثانية اللي هي ربما سريعة وسهلة أكثر وتكون عملية أكثر. Donc, pour la deuxième méthode pour accéder à Scopus, il y a différentes plateformes comme Sciences Direct. La deuxième méthode est d'avoir un abonnement ou bien un accès institutionnel sponsorisé par votre établissement universitaire ou bien votre centre de recherche, là via le consortium algérien qui est le CIRIST. Donc, pour les Algériens affiliés aux différents établissements d'MESRS, quel que soit étudiants en fin d'études, c'est-à-dire en projet de fin d'études, en PFE, quel que soit enseignant-chercheur, vous pouvez tous contacter le CIRIST pour avoir un compte SNDL qui est le système national de documentation en ligne, puisque c'est le seul accès à distance en Algérie. Même ces dernières années, ils ont facilité les choses et même ils ont installé des bureaux SNDL au sein des universités afin de faciliter l'obtention de comptes. Donc, vous pouvez consulter ou bien vous pouvez visiter le rectorat de votre université pour demander le bureau SNDL. En fait, peut-être c'est le même bureau pour obtenir le mail professionnel. Donc, vous pouvez tout simplement demander un compte SNDL via votre université directement ou bien via votre bibliothèque centrale de votre université. Donc, je reviens rapidement à l'interface officielle de SNDL qui est disponible sur www.sndl.cirist.dz. Donc, on clique sur connexion et puis on met l'identifiant et on met le mot de passe. Et puis, vous pouvez cliquer directement sur sciences et techniques. Et parmi les bases affichées, parmi les plateformes affichées, vous allez trouver facilement Scopus et vous allez trouver facilement Sciences Direct. Je pense que c'est simple, ok? Je passe à une autre chose. دعونا الآن نتحدث في العلوم الإنسانية والاجتماعية ونفصل الآن فيها ونركز خاصة على Sciences Direct من ناحية الأرقام يعني. Donc, on trouve plusieurs domaines sur cette thématique. Donc, on trouve plusieurs journaux qui sont actifs, c'est-à-dire les journaux qui acceptent la soumission. يعني مثلا على العلوم الاجتماعية والإنسانية فيه 855 مثلا جريدة حسب التحديث الأخير فيها 545 جورنال كي اكسبت لا سوميسيون يعني اكتيف. يعني الجريدة التي تقبل الآن طلبات النشر. فمثلا نجد كميدان كبير في تابع لهذا المجال، نجد الفنون والعلوم الإنسانية، نجد التجارة، نجد التسيير، المحاسبة، كوميرس، جيستيون، كونتابيليتي، فيها 108 مجلة تقبل إرسال المقالات يعني أكتيف. كذلك ميدان واسع نجد علوم صناعة القرار هي لي سيونس لا ديسيزيون، وحتى نجد في الاقتصاد والمالية، وهذه تندرج ضمن مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية يعني أتحدث عن ليكونومي الفينانس ليكونوميتري. نفس الشيء فيها 122 جريدة
أكتيف. الآن كميدان واسع أيضا نجد علم النفس للبسيكولوجي وكذلك العلوم الاجتماعية، ولها يعني تخصصاتها وتشعباتها أيضا، وسنكتشفها مع بعض. يعني كما هو موضح أمامكم فيه 289 جريدة أكتيف، فالهدف الأول من هذا العرض هو معرفة مختلف التخصصات الدقيقة حتى نحسن ربما اختيار المجلة بدقة، المجلة التي توافق فعلا مساري البحثي وتوافق فعلا نتائجي البحثية. ف تعالوا نتعرف الآن على هذه الميادين واحدة بواحدة حتى نتعرف أكثر على اختصاصاتنا. أكيد أنه من بين الحضور فيه من طلبة الدكتوراه من لديه تخصص دقيق فعلا، سواء يكون في الإيكونومي ولا يكون في مثلا في العلوم السياسية، أو يكون في الحقوق ولا يكون في الأدب واللغات، كلها تدرجها سيونس ديريكت داخل مجال العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. الآن لو نذهب مع بعض نحو الفنون والعلوم الإنسانية، فنجد مجلات تنشر في الفنون والعلوم الإنسانية بشكل عام، هذه كنقطة أولى، مثلا من بين هذه الجرائد المعروضة أمامكم فيه Women's Studies، فيه في التاريخ أيضا، فيه في اللغات، فيه في الأدب والترجمة، هذه كل هذه التخصصات مثل الترجمة تندرج تحت هذا الميدان. ومثلا من بين المجلات فيه Speech Communications، وكذلك نجد في لا تكنولوجي دي ميديا الإعلام والاتصال. يعني هذا التخصص أيضا يندرج تحت العلوم الإنسانية، الفنون والعلوم الإنسانية. في ميدان آخر وهو الميدان الثاني كما شاهدناه منذ قليل، نجد الكوميرس جيستيون كونتابيليتي، هي التجارة، جيستيون علوم التسيير، وكذلك الأكاونتين المحاسبة. فمثلا المجلة اللي أمامكم مباشرة تجدها في المحاسبة المتقدمة اللي هي الأدفانسز إن أكاونتين، وهي مجلة معروفة جدا متابعة لألسيفر، وكذلك يمكنكم التواصل معها، وسنرى من بعد قليل كيف نتحصل على هذه المجلات، كيف نتواصل معها، وكيف نبحث عن طريق الكلمات المفتاحية لإيجاد مجلات لها علاقة مباشرة بليزاكس دو غوشير. نجد أيضا في التسيير، في التجارة الدولية كوميرس انترناسيونال، في إدارة الأعمال، كذلك التسويق لا كوميرسياليزاسيون الماركتينغ، دونك فو بوفي تروفي بار اكزومبل سو تيتر ان روج، لو ليفر ان روج سي ايمرجين ماركتس ريفيو، هي مجلة معروفة أيضا على السيفر. أيضا تخصص نتحدث عن الانوفاسيون، هو تخصص استخدام ربما الإبداع في مانجمنت التكنولوجيا، أيضا تخصص مهم جدا. كذلك السياحة، كذلك الفندقة، توريزم، كلها تخصصات واسعة تندرج تحت ميدان الكوميرس جيستيون كونتابيليتي، وكلها يعني تندرج جميعا في ميدان كما قلت العلوم التجارية والعلوم علوم التسيير وعلوم المحاسبة. وأكيد يعني نجد أيضا يعني يجب القول هذا أنه فيه مجلات لا تجدها تابعة لميدان معين، ولكنها نسميها بالعربية ربما المجلات البينية أو المجلات التشاركية، وهي مجلات تجدها تتشارك فيها عديد التخصصات أو العديد من الميادين أو العديد من المجالات. Ce sont les journaux pluridisciplinaires ou bien les journaux multidisciplinaires ou bien les journaux hybrides. يعني نجد مجلة مثلا تعالج شيئين معينين، مثلا تعالج البسيكولوجي والإيكونومي، مثلا نريد أن يكون عندنا كلمتين مفتاحيتين وهو دور البسيكولوجي في الإيكونومي، فربما نفس المجلة تجدها تندرج مع الإيكونومي وفي نفس الوقت تندرج مع علم النفس. يعني هذه معلومة مهمة للغاية، لأنه لا يمكننا مثلا لو كان نرجع للشريحة الأولى لا يمكننا عمل جمع مباشر لمعرفة عدد الجرائد بالكامل. لماذا؟ لأنه فيه دائما مجلات بينية
هي التي تزيد العدد. أتمنى أنها تكون مفهومة هذه النقطة. الآن نحو علوم صناعة القرار، ففيه مجلات عامة سور لا سيونس دو لا ديسيزيون جينيرال، فيه في سيستم دانفورماسيون جيستيون، في أنظمة المعلومات والتسيير، فيه أيضا في لا ريشيرش اوبيراسيونيل، في البحث العملياتي، فيه في الإحصاء ستاتيستيك، فيه في الاحتمالات البروبابيليتي، فيه في الانسرتيتود كتخصص في صناعة القرار. الانسرتيتود بالعربية هي الارتياب، نعم الارتياب. فمن بين الجرائد المهمة في هذا الميدان نجد ماتيماتيكال سوشيال ساينسز، كمبيوتر اند اوبريشن ريسيرش، شويز موديلينج، داتا اند نوليدج انجينيرينج، فكلها مجلات. هذا أمثلة فقط، لكن أكيد لما تدخلوا في التفاصيل ستجدون العديد من المجلات المهمة والمهمة في الغاية، ولكل أكيد كلمات مفتاحية خاصة بتخصصه، فسيجد مجلات أخرى أكيد. في ميدان آخر، في ميدان الاقتصاد الآن، الاقتصاد فيه 122 مجلة تستقبل حالياً المقالات، اللي هي في الإيكونومي والإيكونومتري، أو الإيكونومتري هي علم القياس الاقتصادي أو الاقتصاد القياسي، يعني فيه معنى اليوم أساتذة، وفيه معنى اليوم طلبة الدكتوراه في ميدان الاقتصاد وفي علوم المالية. يعني تجد في هذا الميدان عديد المجلات الهامة والهامة جدا، من بين المجلات المعروضة أمامكم مثلا فيه سنترال بانك ريفيو، فيه China Economic Review، فيه Economic Systems، فيه Multinational Financial Management، كلها يعني مجلات مهمة. الآن بالنسبة لعلم النفس، يعني الحقيقة علم النفس في حد ذاته فيه من يعتبره تخصص وفيه من يعتبره ميدان قائم بذاته، لأنه له العديد من التشعبات وله العديد من التخصصات، ويدخل ضمن لا تيماتيك دي سيونس سوسيال هيومين، اكزاكتومون يدخل ضمن لي سيونس سوسيال، يعني العلوم علم النفس يدخل في العلوم الاجتماعيه، لانه مثلا في العلوم الاجتماعيه في الجامعه الجزائريه تجدها ربما تشاطرون القول في هذا. فيعني لما تحدثوا على العلوم الاجتماعية كتخصص ليسانس في الجامعة الجزائرية، فالطالب لديه العديد من الاختيارات، ربما يمكنه دراسة الفلسفة فهي في علوم الاجتماعية، كذلك الأرطوفونيا، كذلك الأنثروبولوجيا اللي هي علم الإنسان، كذلك يمكنه دراسة علم السكان، وكذلك يمكنه دراسة علم النفس. وعلم النفس في حد ذاته له العديد من الفروع، قد تجد مثلا لديه الكلينيكال سايكولوجي اللي هو علم النفس العيادي. ف يعني بالنسبة لهذه الشريحة، يعني اعذروني وضعت المحتوى بالإنجليزي وفي الباقي موضوع بالفرنسية. يعني دائما يقول لك في منهجيات العرض دائما من الأحسن هو اختيار لغة واحدة من البداية حتى النهاية. ورشاتنا يعني في الأصل مبرمجة بالفرنسية والعربية، puisque ce sont des ateliers dédiés beaucoup plus pour les gens des pays francophones. لكن معليش. إذن كما قلت، يعني فيه علم النفس العيادي، وأيضا فيه علم النفس الاجتماعي، وفيه علم النفس المدرسي أيضا. يعني كلها تخصصات مذكورة هنا في سيونس ديريكت كتخصصات تابعة لميدان العلم النفسي والتابعة لمجال العلوم الاجتماعية والإنسانية. فنجد أيضا هذا بالنسبة ربما لليسانس فقط، لكن لما تحدثوا على علم النفس في الماستر ففيه تخصصات دقيقة أخرى ستجدها من بعد في الماستر وفي الدكتوراه. ففيه العديد من المجلات، يعني فيه كما قلت أزيد من 145 مجلة، كعدد إجمالي خاص سيكولوجي هو 212. فيه مثلا البيهيفيور ثيرابي، فيه تشيلدرن اند يوث سيرفيسز ريفيو، فيه ايكولوجيكال اند سوشيال سيكولوجي،
يعني فيه الكثير من هذه التخصصات المهمة والمهمة للغاية. نعم، بالنسبة للحقوق ستجده ربما أكيد أكيد سنجده فيما بقى، فقط لو كان مر مباشرة في الشريحة اللي بقات سنجد فيها الحقوق، لأنه هنا الحقوق في لي سيونس سوسيال نجدها أكيد. Excellent. Donc, pour le reste du domaine sciences sociales, on trouve l'archéologie. L'archéologie, اللي هي علم الآثار. يعني لو نعمل إسقاط على بعض التخصصات اللي تضمنها الجامعة الجزائرية، فبصفة عامة فيه الآثار. الآثار وضعت مع العلوم الإنسانية في الجامعة، إلى جانب نجدها إلى جانب الإعلام والاتصال، ونجدها إلى جانب التاريخ وكذلك علم المكتبات التابع للعلوم الإنسانية في الجامعة. وعلى سيونس ديريكت تجد فيما تبقى من تخصصات في ميدان العلوم الاجتماعية، نجد أيضا نجد الجغرافيا، نجد تهيئة الإقليم لامناجمون تيريتوار، نجد ديفلوبمون تنميه تابعه للعلوم الاجتماعيه في سيونس ديريكت. الارغونومي، الارغونومي سي اون سبيسياليتي بوينتو، سبيسياليتي تري انتريسونت تري تري على مود مانتنا. دونك لانه الارغونومي هي بالعربيه الارغونوميا، يعني على فكره الكثير يعني من راح نقول الفقهاء قلت الكثير من المختصين من يرون الأرغونوميا قريبة جدا من علم النفس، يعني فيه من يضمها لعلم النفس، لأن الأرغونوميا كعلم هي تهدف بصفة مباشرة ربما للبحث في توفير وفي كيفيات توفير سلوكيات وبيئة ملائمة وأدوات ملائمة في العمل، يعني تطبق في العمل من أجل أنها تجد الأدوات التي تتماشى مع طبيعة وسلوكيات الإنسان. فالآن لكن كأرغونوميا أو كعلم نفس الاثنان، يعني معليش يعني الاثنان يندرجان تحت ظل واحد اللي هو ظل العلوم الاجتماعية. فلو ترون في الصور مثلا فيه مجلة معروفة على سيونس ديريكت وخاصة بالأرغونوميا يعني بالتحديد كعلم لتنظيم العمل، اللي هي Applied Ergonomics. ودائما في الاختصاصات يعني فيه في الأدب، فيه في فيه في اللغات، وفيه في أيضا كمعلومة أخرى ربما ونحن نتحدث على أرغونوميا، الآن يعني في الجامعات يتحدثون عن استحداث منصب جديد، نائب رئيس الجامعة المكلف بالحياة الجامعية. أظن بأنه المختصين في الأرغونوميا راح يكون عندهم حظ كبير في هذه النقطة، لأنه نحن نتحدث عن الحياة والسلوكيات وكيف نجد الأدوات التي تضمن وتتماشى مع السلوكيات. أظن بأنه المختصين في الأرغونوميا لهم ما يقولون في هذه النقطة، ولما نتحدث عن الحياة الجامعية فربما يعني هذا مجرد رأي أنه يكون لهم أثر كبير وقيمة مضافة في هذه النقطة بحد ذاتها. كما قلت مباشرة الأخ اللي سأل على الحقوق، فهنا الحقوق مدرجة ضمن العلوم الاجتماعية فيما تبقى، فقط يعني على سيونس ديريكت يمكنك فلترة العلوم الاجتماعية من خلالها تجد المجلات التابعة خاصة للحقوق. نجد أيضا إلى جانب ذلك في نجد علم المكتبات في العلوم الاجتماعية على سيونس ديريكت، كذلك العلوم السياسية وهي بحر واسع، يعني العلوم السياسية، ونجد أخيرا نجد النقل ترانسبور أو هندسة النقل. فمن بين المجلات أيضا المعروضة أمامكم واللي هي داخلة في السيونس سوسيال، واللي هي أنا ممكن نشوفها مجلة مختلطة أو سيتون غوفو إبريد، اللي هي Obesity Medicine، اللي هي معروضة أمامكم على اليسار نعم في الأسفل على اليسار، هي تتحدث مباشرة عن طب السمنة، وهنا نتحدث على السمنة بجانبها الاجتماعي. فتجدها كما قلت مجلة بينية، يعني تجدها في مجال علوم الاجتماع وتجدها أيضا
في مجال الصحة، ربما تجدها في اختصاص طب السكري أو اختصاص طب الغدد، يعني طب الغدد اللي هو الاندوكرينولوجي. يعني هذه من بين المجلات البينية، يعني تعمدت عرضها حتى أعطيكم مثال على المجلات البينية التي يمكن إيجادها في ميدانين مختلفين. Donc, maintenant, on va essayer d'appliquer sur Sciences Directes et sur Scopus. Donc, je vais essayer de changer le partage, de partager le navigateur. نتمنى أن يكون إلى عندكم أسئلة، سأحاول النظر في الشات. أول شيء كما قلت هو كتابة SNDL على الجوجل. تجدها كاختيار أول، SNDL System National de Documentation en ligne. هذا بالنسبة للدخول من هنا من الجزائر. نضغط مباشرة على كونيكسيون في الأول. من كونيكسيون on met l'identifiant et le mot de passe. Donc, où est mon mot de passe? Elle est là. Voilà le mot de passe. Et je clique sur connexion. يعني لوسيريست عمل جهد كبير من اجل انه تكون الانترفاس جرافيك دا سانديال اوبتيمال، يعني تكون سهله للاستعمال من طرف الجميع بمختلف الفئات ومختلف المستويات. هم مشكورين على ذلك. يعني على فكره قبل الدخول سونس ديريكت، يعني على سانديال يمكنك مثلا الدخول على هذه على لونجلي فورماسيون pour voir pour avoir une idée sur les prochaines formations. Donc مثلا بالنسبه لليوم، يعني كانت يعني مبرمجه في الاسبوع الفارط، لكن كانت فيه بعض المشاكل التقنيه، لذلك تم برمجتها اليوم. ويعني كانت فرصه سعيده حتى انه طورنا من العرض وحتى يكون فعلا يناسبكم، وحتى يكون فيه اجابات على عديد الاسئله التي وصلتنا من قبل من عندكم. نرجع الآن للأكوي، نضغط مباشرة على سيونسي تكنيك. من سيونسي تكنيك راح أجد مباشرة سيونس ديريكت ici et Scopus. Donc je pense que je peux cliquer sur Sciences Direct. هذه هي الواجهة الرسمية لسيونس ديريكت، الواجهة الرئيسية. فمن بين الأشياء والأمور التي دائما نطلب أنكم تعملوها، يعني حتى الاستفادة من جميع الفونكسيوناليتي دو سيونس ديريكت دو سكوبوس، اي دوفرير فوتر كونت سور سيونس ديريكت. يعني هو في حسابين، في حساب اللي تدخل به عن طريق الاس ان دي ال، لما تدخل على سيونس ديريكت ايسيي دو سانسكرير ايسي، يعني انك تفتح حساب اخر. من خلال هذا الحساب يمكنك تفعيل منبهات، يمكنك الاستفادة من عديد التوصيات والعديد من النصائح التي تجدها والعديد من الخدمات التي يوفرها لك سيونس ديريكت من أجل أن يكون عندك بحث علمي فعلا مفيد. فأنتم مدعوون دائما لفتح حساباتكم. بالنسبة لي أنا عندي، فسأضغط مباشرة على سيدونتيفي. راح تفتح معي، يعني هو حتى يعني الاستماره سهله جدا. الاستماره فيها فقط الاسم واللقب والايميل وكذا. الان جو سوي كونيكتي اترافير اس ان دي ال، اي كومو جو فيريفي كو جو سوي كونيكتي اترافير اس ان دي ال، اترافير لو ليان سي 3 دبليو سيونس ديريكت تيري 6 كوم بوان اس ان دي ال 1. جو سوي كونيكتي افيك اس ان دي ال. ان دوزيام ميثود بور فيريفي كو جو سوي كونيكتي اترافير اس ان دي ال، présenté par Centre de recherche sur l'information scientifique et technique CERIS. فهذه زوج اشياء. والثالثه لما اضغط يعني هنا راح يقول لك présenté par Centre de recherche. هنا اضمن بانه راني فاتح سيونس ديريكت عن طريق اس ان دي ال. الشيء الاخر لما ياتيك اسمك هنا فمعناه بانك فاتح ايضا حسابك الثاني التابع للسيبا. هو حساب واحد، يعني يمكنك من خلاله
الدخول سيونس ديريكت، سكوبوس، السيفر، يعني العديد من الامور بحساب اخر، حتى يعني لا تكثر عليك الكلمات السر. وكان نمر للاسفل مباشره على سيونس ديريكت. من بين الامور اللي تلقوها في الصفحه الرسميه او الرئيسيه الميادين او المجالات التي يشملها السيونس ديريكت اكسبلوري لا روشن سيونتيفيك، فكما قلت في البدايه فيه سيونس فيزيك، فيه سيونس لا في، سيونس لا سونتي، وسيونس سوسيال اي هيومان. فمن خلالها لما تضغط عليها راح يعطيك مختلف الميادين التابعه لهذا المجال، ويعطيك بعض المنشورات التي تم نشرها سواء لي بوبليكاسيون ريسونت او بيان لي زارتيكل بوبيلار. هذه من بين الامور التي يمكنك الاطلاع عليها اذا كنت يعني مهووس بما كل ما هو جديد في ميدانك. وجميل يعني انه كل شخص يكون عنده كل ما هو جديد وكل ما يتم نشره من خلال النظريات الجديده، من خلال التطبيقات التي تكون جديده في هذا الميدان. كذلك هنا يمكنك الضغط مثلا في، نحن نحاول مثلا الضغط على السيكولوجي، يعني يمكنك اختيار أي ميدان تشاء. لما تضغط عليها مباشرة راح يحولك لصفحة أخرى تجد فيها إلا الجرائد وإلا المجلات، وفي أمور أخرى لكن يمكنك الفلترة. مثلا أنا أريد فقط الجرائد، المجلات العلمية يعني، فهنا راح يعطيني المجلات العلمية التابعة لمجال العلوم الاجتماعية والإنسانية التابعة بالخصوص لميدان علم النفس. ليس هذا فقط، ولكن هذا بالنسبة للدومين، ولكن فيه أيضا للسو دومين، ميدان الميادين الصغيرة. فلما تضغط على السهم راح يعطيك مختلف الميادين الصغيرة اللي هي تابعة لميدان السيكولوجي أو ميدان لابسيكولوجي كما كنا وقدمنا في العرض. ففيه لابسيكولوجي أبليكي، لابسيكولوجي كلينيك، لابسيكولوجي ديفلوبمون دو ليديكاسيون، la neuropsychologie, la psychologie sociale، يعني فيه الكثير من الأمور. فمثلا لو كان أكتفي باختيار، يعني لو كان فيكم شخص يبحث عن جريدة خاصة تابعة مثلا أو تنشر فقط في la psychologie clinique، يمكنه اختيار المجال ثم الميدان ثم الميدان الصغير من خلاله. الآن أعطاني 51 مجلة تابعة لهذا، لكن فيه نقطة أخرى مهمة يجب انكم دائما تختارون لو ستاتيو دو لا ريفي اللي هو اكسبت لي سوميسيون، يعني المجلات التي تقبل في الوقت الحالي انك ترسل لهم مقال بغرض النشر. فكانت 51، لما ضغطت على جورنال صارت 32 ريفي. ويتم ترتيب هذه المجلات حسب بارودر الفابيتيك، يعني ابجديا، ومن خلالها يمكنك الدخول لاي مجله شئت. فمثلا لو اختار مثلا هذه المجله اللي هي بيهيفيور ثيرابي، لما نتحدث على بيهيفيور ثيرابي يعني اللي هي بالفرنسيه ربما لو كومبورتمون ثيرابوتيك او بيان لا ثيرابي كومبورتمونتال اللي هي باللغه العربيه العلاج السلوكي، هي مجله معروفه على السيفر. فكونتين اوبن اكسس، يعني يمكنك سواء النشر فيها بالمجان او النشر عن طريق دفع المستحقات الاخرى حتى يكون يعني مفتوح المصدر ويكون المقال الذي ستنشره open access. فلما نضغط مثلا على behavior therapy، يعني في العديد من الفلاتر الأخرى يعني بين قوسين، لكن هذا باختصار يعني حتى تعرف كيفية الوصول إلى المجلات اللي تكون عندها علاقة خاصة ب votre axe de recherche وإلا بالتخصص الدقيق الذي أنت في صدد البحث فيها. فوالا سي لا ثيرابي كومبورتمونتال، يعني هو سيونس ديريكت تعرف بالانجليزي فقط مون نافيغاتور الفي تخدوي اشاك فوا لي تيكست اون فرونسي اوتوماتيكمون. هذا بالنسبة لهذا الجريدة، راح تجد العديد من المعلومات عليها. فمثلا إذا تكون مهتم بهذه الجريدة يمكنك تحميل الجايد اوف اوذرز او الجيد دي زوتر، من خلاله تجد التومبليت يعني القالب المجله، تجد المعلومات وشروط النشر في هذه المجله. مباشره
تفوت لسبمايت يور ارتكل اللي هي سوميتي فوتر ارتكل، يعني يمكنك من خلال هذه المنطقة أنك ترسل مقالك بغرض النشر. كذلك فيه معلومات أخرى يعني أبروبو دو لا ريفيو، يعني قبل ما توصل حتى أنك تحمل القالب يعني يجب أنك تقرأ أبروبو دو لا ريفيو، ما هي الاهتمامات المجلة لتوبيك دو لا ريفيو، يعني فيه أمور كثيرة، هل يعني فيه علاقة مباشرة بين فوتر اكس دو ريشيرش لي تيماتيك دو سيت ريفيو، يعني فيه أمور أخرى مهمة حتى يعني وقت النشر، يعني لو كان تشوف يقول لك ديلي دو ريفيزيون اي ديلي دو بوبليكاسيون، يعني الآن ما تقراش اور دو بوبليكاسيون لأنها سيون تراديكسيون دو جوجل، دونك هي سي بوبليكيشن ديلي وإلا بيريود تصل حتى العشر أسابيع، يعني النشر في مجلة مثل هذه، ولما نتحدث على العشر أسابيع فنتحدث على شهرين ونصف، يعني بالنسبة للمجلات التي نعرفها يعني سي فريمون رابيد يعني. وفيه معلومات أخرى، يعني يمكنك حتى قراءة مقالات صادرة عن هذه المجلة، مثلا للدارنيير بوبليكاسيون يعني آخر ما تم نشره في هذه المجلة، كذلك لي زارتيكل دون لا بريس، لي توب سيتي يعني المقالات التي استحوذت على اكبر عدد من الاستشهادات على هذه المجله، يعني اكبر ما تم تحميله منها المقالات، وكذلك لو بلو بوبيلار، يعني فيه العديد من البوبيلار وبيان بيرتينون، يعني المقالات المهمه في هذه الاطار. هذه يعني بين الطرق التي تجعلك ببساطه على سيونس ديريك انك تجد مجلات لها علاقة بكل هذا. أحاول أني نعم جميل، من فضلكم المجلات المحكمة باللغة العربية، سنصل لهذه النقطة أكيد سأتحدث فيها. كما أفوار إن كنت سير سانديال، يعني كنت جاوبت على هذه النقطة، فقط يمكنك الاتصال بجامعتك في أغلب الأحيان، نفس المكتب الذي يعطيك الإيميل المهني الإيميل بروفيسيونال هو نفسه تلقاه يعطيك الكونت سانديال، ففقط يعني من أجل أنه تكون عندك معلومة صحيحة يمكنك التوجه سواء للمكتبة المركزية وإلا لرئاسة الجامعة، فقط اسألهم على البيرو أسانديال ومنهم مباشرة راح يعطوك. ففقط حاجة أخرى في شرط يعني أنك تكون طالب في نهاية الدراسة، يعني أبارتير ماستر دو ولا دكتوراه وإلا أنسينيو شارشر، أما تكون قبل أكيد يكون عندك فقط ربما طلب وأكيد راح يعطوك يعني حساب، فقط يكون عندك مثلا إذا كنت مثلا سنة ثانية جامعي وعندك بحث مهم وبحث مثلا داخل في مسابقة، وإلا المهم تكون عندك تبرير مهم وتطلب أسانديال، فأظن بأنهم راح يعطوك هذاك الكونت. جميل. وي يا دي ريفي كي بوبلي ان فرونسي. يعني سنتحدث على هذه النقطة يعني في إطار ما نتحدث على النشر باللغة العربية، هو نفس الطريقة التي ونفس التي نصل بها للمجلات أيضا باللغة الفرنسية. بالنسبة لمجلات الحقوق كما سبق وقلنا بأن مجلات الحقوق على سيونس ديريكت تندرج داخل العلوم الاجتماعية، فكما قمنا بالبحث الآن تجد لا تيماتيك سيونس سوسيال ايمان، لو دومين سي سيونس سوسيال، سو دومين دروا. ممكن الآن حتى يعني تفهموا أكثر العملية لو كان نرجع للخلف. فهمتوا كيف وصلنا يعني كيف وصلنا لهذه النقطة يعني. نعم، إذا قلت تدخل الميدان بعدها سيونس سوسيال إيمان تجدها في الأسفل، في الأسفل تماما،
سيونس سوسيال، ثم سو دومين لو دروا. صار معي 31 جريدة الآن تقبل النشر، تقبل المقالات بغرض المراقبة وبغرض النشر. أتمنى أن أكون فهمت الطريقة الأولى. الآن فيه ربما طلبة آخرين وفيه أساتذة آخرين يقول لك بأنه ما وجدتش يعني مجلة تابعة لي. ربما من بين الطرق الأخرى والطرق السهلة أيضا على سيونس ديريكت حتى تضمن تغطية كبيرة ويكون للبحث يكون أشمل أكثر، فنرجع دائما للصفحة الرئيسية. فمثلا فرضا بأنه ما لقيتش من قبل مجلات في السيكولوجي، مثلا أنا نعمل على السيكولوجي أند إيكونومي، مثلا عندي كلمتين مفتاحيتين بينهم هذا السنتاكس بوليان اللي هو نظن بأنكم تعرفوا جميع طريقة ليكواسيون دو ريشيرش أو المعادلة البحثية، تحدثنا فيها في المرة السابقة. فأريد الملفات التي تتحدث عن علم النفس والاقتصاد بطريقة أو بأخرى لا أعلم السبب، هو فقط هذه كلمتين أنا قمت بتلصيقهم مع بعض. بالنسبة للسيكولوجي أند إيكونومي راح يعطيني الملفات التي تحتوي الكلمة المفتاحية الأولى والكلمة المفتاحية الثانية معا شرطا في نفس الملف. فلما نضغط على ريسيرش ولا سيرش أعطاني أزيد من 40,000 نتيجة. من خلال هذه النتيجة يمكنني الآن الاختيار من خلال هذه الفلاتر اللي هي على اليسار. فبالنسبة لو تيتر دو بوبليكاسيون هذه أسماء الجرائد اللي ممنوحة أمامي ومفتوحة أمامي والتي تنشر في ميدان علم النفس والإيكونومي مع بعض. لكن من بين الأمور الهامة أكثر، هل أريد السيكولوجي يعني علم النفس والعلم الاقتصاد معا ولكن بعين مختص في علم النفس أو بعين مختص في علم الاقتصاد؟ لأنه أحيانا أجد مختص في علم الاقتصاد يكتب في هذا المجال اللي هو ميدان علوم علم النفس في العلم الاقتصاد، كما يمكن أن أجد العكس. فهنا يجب علي أني أختار يعني من خلال الدومين. فيمكنني الضغط مثلا هنا أريد فقط في المجلات التي تكون عندها علاقة مباشرة بالعلوم الاجتماعية وليس لها علاقة بالإيكونومي، يعني يكون الكاتب هو سوسيولوج ولا بسيكولوج. يعني هذه من بين الأمور المهمة والمهمة للغاية. ومن خلالها الآن صاروا 13,000 ريزلتا، ومن خلالها يمكنني الضغط هنا على تيتر دو بوبليكاسيون بور فوار مونتر بلوس بور فوار لي جورنو كي اكسبت البوبليكاسيون في هذا الميدان، يعني فيه العديد من المجلات اللي راهي مفتوحه امامكم الان ومن خلالها يمكنكم رؤيه العديد من الامور. اتمنى انه هذه الطريقه تكونكم سهل. لو كان تلاحظوا معي مثلا في العلوم اللي في العلوم الرياضيه مثلا في الرياضة يمكنهم البحث عن طريق هذه الطريقة ويشوفوا ماذا صدر معهم. يعني الآن من نتائج يمكنهم اختيار الجريدة من الفلاتر، وكذلك يمكنهم اختيار الميدان. فمثلا أريد في السيونس سوسيال وأريد في البسيكولوجي، وفيه ميادين أخرى يعني يمكنك الاختيار بالنسبة لها. فأظن بأنه فيه العديد من المجلات التي تحدثت والعديد من الكتاب الذين كتبوا في هذا الميدان في لا دواليتي سايكولوجي ايكونومي. من خلالها ربما يمكنك الدخول أي يعني مقال من خلال هذه المقالات، يعني فيه العديد من الأمور الهامة حتى من خلال حتى عدم الدخول للمقال يمكنك أيضا الدخول للمجلة، يعني بالضغط فقط على اسم المجلة Journal of Economic Behavior and Organization راح يعطيك الصفحة الرئيسية لهذه الجريدة.
وأظن بأنها نفس الصفحة اللي دخلناها من قبل، ولكن هذه بطريقة أخرى وفيها العديد من المعلومات الهامة. أظن بأنه الأمر واضح بالنسبة لسيونس ديريكت. لو كان الآن نمر مباشرة نمر نحاول إجراء بحث عن طريق سكوبيوس حتى نكون سريعين أكثر، سأجري بحث عن مجلات ربما باللغة العربية. الآن بالنسبة لعديد الأسئلة التي تصل الآن حول المجلات التي تنشر باللغة العربية، هذه هي الواجهة الرئيسية لسكوبيوس. لو كان نرى مع بعض، يعني على سكوبيوس فيه العديد من الأمور التي يمكنك التواصل معها. مثلا يمكنك الضغط على سورس للتوجه مباشرة نحو المجلات، فمثلا لو كان نضغط على سورس راح تجد على اليسار العديد من المجلات اللي هي في عديد الميادين. وكنا يعني في العرض تحدثنا على لو كونتوني دو سيونس سوسيال والإيمان على سكوبوس، فيه العديد من الجرائد المهمة والمهمة للغاية في هذا الميدان. فيمكنك الآن بار دومين، يعني يمكنك اكر ديريكتومون لو دومين، فمثلا على سكوبوس دقيقة جميل، أنا على يمكنك البحث هنا مباشرة. مثلا أريد في سيونس سوسيال سيونس إيمان بار إكزومبل، الأركيولوجي في علم الآثار، يمكنني البحث في التاريخ، في الموسيقى، في الفلسفة. مثلا في أريد فقط في الفلسفة، فأضغط على الفلسفة هنا وجو كليك أبليكي، فمباشرة راح يعطيني العديد من المجلات. فهنا فقط على الفلاتر نقول له تيب دو سورس جورنال. الآن عندي 831 مجلة، يمكنني جو بو ميم تيليشارجي لا ليست كومبليت دي سورس كوبيوس ليي بار سو دومين كي هي لا فيلوزوفي، اللي هو في هذا الميدان، ميدان العلوم الاجتماعية. ويعني هذه من بين الطرق اللي تخليني يعني عندي فكرة عامة على مختلف المجلات وكل شيء. طريقة أخرى مباشرة يمكنني كتابة كلمة مفتاحية، يعني اختيار مثلا يمكنني كتابة مثلا السايكولوجي. أحاول دائما البحث باللغة الإنجليزية، وهذه بالنسبة للباحثين عن مجلات باللغة العربية أو الباحثين عن مقالات في سكوبوس وهم يعملون ويبحثون عن مقالات باللغة العربية، يجب دائما إدخال كلمات مفتاحية باللغة الإنجليزية. يعني على سكوبوس لما تكتب كلمات باللغة العربية، يعني تحول يعني لوحة المفاتيح وتكتب باللغة العربية، يعني احتمال أنك تجد يعني عن طريق الخوارزمية احتمال ضعيف. حاول دائما أنه حتى لو يعني بحثك 100% بالعربية، لكن دائما يجب أن تكون عندك كلمات مفتاحية بالإنجليزية. هذه شرط يجب أن يكون عندك، لأنه كما نعلم لغة البحث في سكوبيوس هي اللغة الإنجليزية، لكن هذا لا يمنع أنك من خلالهم ستجد يعني كل ما نشر باللغة العربية. يعني فقط تكون عندك كلمة مفتاحية مترجمة بشكل صحيح، ويمكنك مباشرة على هذا. فلو كان نضغط مثلا على سيكولوجي جو كليك شيرشي، جميل، أعطاني على العلم النفس فقط أزيد من 900,000 نتيجة. يعني هذه حتى نتحدث دائما في النقطة الأولى بأنه فيه تغطية كبيرة لهذا الميدان على سكوبيس وعلى سيونس ديريكت. فمباشرة ربما على الفلاتر على اليسار، من بين الأشياء المهمة والمهمة للغاية لو كان نمر مباشرة نبحث عن اللغة، أكيد سنجد اللغة في قائمة في الفلاتر.
جميل. هنا لنصحح معلومة أخرى قبل الحديث عن اللغة. هنا لما نقول لونج، لما نتحدث على اللغة، ليست لغة العرض. يعني لما تضغط مثلا على إسبانيول، ليس ما هيش يعني الكتابة ستكون باللغة الإسبانية، لا، ولكن اللغة يقصد اللغة المصدر، أو لا لونج أوريجينال، أو اللغة الرئيسية التي تم نشر بها الدوكيمنت. فلما أضغط هنا على الأراب، فنقول له القالي باستعمال الكلمة المفتاحية اللي هي سايكولوجي، كل ما تم نشره باللغة العربية. هو دائما في الفلاتر يقوم باختيار 10 اللغات الأولى، يعني فيها أكبر عدد من المنشورات. كان تشوفهم مع بعض، يعني أزيد من 870 ألف يعني دوكيما باللغة الإنجليزية. اللغة العربية في الـ10 الأوائل لا توجد. فيمكنني الضغط على فورتو، هنا راح يعطيني جميع اللغات التي منشور فيها حول علم النفس. هذه هي نفس الطريقة التي تجد فيها مثلا باللغة الفرنسية مثلا. فتضغط مثلا، لو ضغطت على فرنسية راح يعطيني مقالات بالفرنسية، ومن خلال المقالات بالفرنسية يعطيني الجرائد التي تقبل النشر فيها باللغة الفرنسية. لكن دعونا نبحث على اللغة العربية. العربية هي هنا، يعني فيه 271 مقال اللي عنده علاقة بالسيكولوجي. جو كليك سور ليميتي ا 71 مقال. هنا أعطاني يعني العديد من الأشياء المهمة، العديد من المقالات. صافي، لو كان نعرضه باللغة الإنجليزية أفضل. جميل. الآن بالنسبة لهذه المقالات، يعني فيه العديد من الفلاتر. الأبحث الآن من خلال هذه الفلاتر، ما دامني متأكد الآن بأنه 71 مقال هم مقالات نشرت باللغة العربية، فأكيد الجرائد التي نجدها مذكورة في الفلاتر على اليسار هي جرائد تقبل النشر باللغة العربية. هل توافقني القول في هذه النقطة؟ الآن سورس تايتل اللي هي في الفلاتر، فنجد العديد يعني من المجلات، من بينها ربما مجلة دراسات معروفة، دراسات Human and Social Sciences، فيه دراسات سكانية، Journal of the Social Sciences، Astronomy Mediterranean Health Journal، يعني هذا الجورنال المتوسطي في الصحة، يعني الشرق الأوسط ربما، دراسات Human Social Sciences، مجلة الطب، طب الأسنان السورية، كذلك هي مجلة مدرجة. هذه تعطيك المجلات المدرجة في سكوبوس. جميل. فيمكنك مباشرة الضغط هنا على أي مجلة تكون تشاء أنك تبحث عليها، ففيه العديد من الأمور. فربما لو كان نختار مثلا أحد تلك المجلات، مثلا نختار دراسات Human and Social Sciences، ثم في الأسفل راح نعمل limit to، يعطيني فقط 10 ملفات تم نشرها من طرف تلك المجلة، مجلة دراسات، يعني مجلة دراسات معروفة. فأختار ربما مثلا، أختار إحدى مثلا المقالات التي تم نشر، أحد المقالات التي تم نشرها مثلا، The relation between reuse of internal spaces and human behavior. فهذا ميدان مهم جدا. فيمكنني كليكي سير فيو ات ببليشر حتى اقرا المقال بالكامل. فاضغط على فيو ات ببليشر، The relation between reuse of internal spaces and human behavior. يعني الحقيقه دائما اسمع يعني الاخصائيين النفسانيين يتحدثون عن هذا الموضوع، يعني السلوك الإنساني وعلاقته بعديد الأشياء المستجدة. يعني الآن مثلا في هذا العنوان ربما يتحدثوا على كيفيات استغلال الفضاءات الداخلية اللي هي الـ internal spaces، ربما استعمالها في أماكن العمل أو في أماكن خاصة ربما، وعلاقتها بالسلوكيات الإنسان. يعني هذه أيضا عندها علاقة بالأرغونومي أظن. نعم، لو كان،
فقط ننتظروا موقع الجريدة حتى يفتح معنا المجلة، أظن فتح الآن مباشرة من سكوبيوس، لأني اخترت مجلة الدراسات واخترت قبلها كلمة مفتاحية اللي هي السيكولوجي، خرج معي 71 مقال. من خلال المقالات اخترت على سبيل المثال هذا المقال، يعني كما تشاهدون، يعني حتى من بين شروط الإدراج على سكوبيوس، من بين شروطها أنه كل مجلة تريد الإدراج على سكوبيوس يجب أن يكون للعنوان لديها عنوان بالإنجليزي، لديها كلمة مفتاحية بالإنجليزي، ولديها أبستراكت بالإنجليزي، يعني ملخص بالإنجليزي. لكن لما تدخل مباشرة على المقال بأكمله ستجده باللغة العربية. هذا بنفس المثال ونفس الطريقة للدخول حتى للغة الفرنسية أو لغة أخرى. هذا يتحدث مثلا على علاقة، كما كنت أقول، يعني الفراغ، هما يسموه الفراغ، يعني السبيس، الفراغ الداخلي بالسلوك الإنساني، علاقتهم مع بعض. تجد المقال بالكامل، يعني من الملخص، المقدمة، مشكلة البحث، يعني فيه الأمور عديدة يمكنك يعني أنك تجدها. يعني استغلال هذه الفضاءات والأماكن وعلاقتها بالسلوك الإنساني. هو يتحدث الآن من قبل مستخدم هذا الفراغ أو مكان للتبديل بين غرفة الطعام وغرفة الجلوس، تحويل بقال إلى صالون حلاقة، أو طابق من فيلا إلى روضة أطفال. يعني يتحدث عن الأمكنة الخاصة وربما أثرها على السلوكيات الإنسانية. لو المختصين في الميدان يعرفوا أكثر مني بسكيجوس بالتكنولوجيا. جميل، أتمنى أن هذه الطريقة وصلتكم يعني بطريقة سلسة. إذا فيه أسئلة، نعم، دائما استعمل الكلمات المفتاحية بالإنجليزية. بعدها ما تستعمل كلمة مفتاحية بالإنجليزية يمكنك الفلترة لإيجاد المقالات التي تم نشرها باللغة العربية. من خلال المقالات والكلمة المفتاحية يمكنك زيارة الجرائد، وهذه الجرائد في حد ذاتها يمكنك أكيد النشر فيها ومعرفة بأنها مجلات مصنفة ومدرجة بسكوبوس. Oui, quelle que soit la langue des mots-clés, quelle que soit française, arabe, bien espagnol, il faut toujours essayer le maximum d'utiliser les keywords in English. لا، ليست كل المجلات مقبولة في وزارة التعليم العالي، لا يجب الخطأ في هذا النقطة بحد ذاتها. لماذا؟ لأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية عن طريق المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي تضع بين أيديكم في الموقع الرسمي للمديرية العامة للبحث العلمي مجموعة من القوائم لتعطيكم التصنيفات التي يمكنك النشر فيها بغرض مناقشة، خاصة مناقشة الدكتوراه. فيه تجد مجلات مصنفة ألف، مجلات مصنفة باء، وكذلك المجلات المفترسة ورؤساء التحرير أو المحررين المفترسين. فيجب دائما كل كسوة لا باز دو دوني il faut toujours passer par les listes publiées par la DGRSDT pour éviter tout problème. C'est for double check, يعني pour une double vérification et pour rester en sécurité. هو الأصح دائما، يعني يوم le jour de la soumission essayez de faire une analyse surtout، يعني une analyse قبلها، قبل ما تبدأ في اختيار المجلة وكتابة التمبليت وكتابة قالب المجلة، حتى لما تنتهي من كل يعني إعداد الملف كامل، ملف النشر، قبل ما تقوم باللا سوميسيون essayez de revoir les listes puisque à chaque fois la DGRSDT يكون عندهم دي ميزاجور، يعني كل مرة تحدث القوائم، يعني حتى لتفادي كل المشاكل يجب دائما يعني يوم أو يوم قبل ما تقوم بإيداع ملف النشر أنه تقوم ببحث ثاني سريع إذا ما زالت يعني المجلة مصنفة في سواء ألف أو باء ولم يعني تصنف كمجلة مفترسة.
قالب المجلة تجده في الجيد دي زوتر. يعني كنت غدا إن شاء الله ستعود تصلك معنا يعني رابط التسجيل حتى تقوم بإعادة مشاهدة الفيديو، وأنصحكم يعني جميعا بإعادة المشاهدة حتى يعني المعلومات تتثبت يعني جيدا لديكم. لا، ليست مدفوعة كلها المجلات المدرجة، يعني كما قلت يعني في البداية يقول لك contain open access، يعني فيها open access، وكاين اللي تلقاها 100% open access، يعني فيه مجلات مجانية، فيه مجلات مدفوعة، وفيه مجلات تقبل طريقتين، سواء تكون مجانية أو مدفوعة كما تريد. أظن يعني أجبت على أغلب الأسئلة اللي عندها علاقة بورشة اليوم. ربما لو كان نغير الآن البرتاج نحو البرتاج الرئيسي. الآن في الغد إن شاء الله بعد 24 ساعة سيصلكم كود لتحميل الشهادات بعد 24 ساعة على إيميلكم الشخصي. منه هذا الإيميل راح يوجهكم نحو هذا الموقع المهم للغاية، موقع ريسيرشر أكاديمي. على ريسيرشر أكاديمي لا يمكنكم فقط يعني تحميل شهاداتكم، ولكنكم حتى لمتابعة الدورات الفائتة، دورات خاصة الدورات تجدونها من قبل الزملاء. تجد في العديد من النقاط الهامة، ونحن نتحدث عن لا ريشيرش بور لا ريشيرش لا بريباراسيون، لأنه كما ترون في 5 نقاط مهمة، وكل نقطة فيها العديد من الورشات التكوينية التي يمكنك مشاهدة الفيديوهات المسجلة في هذا الإطار. فريشيرشي بريباراسيون ليكريتور بور لا ريشيرش بوبليكاسيون كومون نافيغي ليديسيون ليكزامان بار لي بير، وكذلك كومينيكون فوتر ريشيرش سيتادير سو سون دي زاتولي فريمون امبورتون. يعني انصحكم بمشاهده هذه الفيديوهات، ومن خلالها يمكنكم يعني فتح كلكم، لانه ما دام عندكم يكون عندكم يعني حساب على سيونس ديريكت وعلى سكوبوس، فنفس نفس الحساب ليس اسانديا، لا، الحساب الثاني الذي كنت تحدثت عليه هو نفسه تدخل به للريسيرش اكاديمي، فيمكنكم متابعه العديد من الدورات، وكذلك حتى النسخه الثانيه للشهادات المشاركه تبقى دائما مخبأة لكم في بروفايلاتكم الخاصه على ريسيرش اكاديمي.